السلام عليكم. الكثير يجد المشكلة هذه سببها ان احنا عملنا اول مرة حساب اقل من عمر 13، يعني نسينا ما زبطنا التاريخ. هنا كما تشاهدون بيكتب لنا بالانجليزي انه شو اسمه الاكس، منصة اكس اللي هي تويتر، ما تستطيع فتح حساب لاقل من 13 سنة. عشان كذا هنا كما تشاهدون محددين 13 or older، يعني 13 واقل. ولما نيجي نعمل مرة ثانية حساب بنفس الطريقة، سواء بنفس الايميل او بنفس الرقم، بتظهر لنا نفس المشكلة، لانه عرف ان احنا حاولنا بنفس المرة الاولى بش اسمه بعمر قليل. علشان كذا ما يقبل، حتى لو عملنا 1000 مرة ما يقبل، ولو عدلنا العمر اكبر ما يقبل. لازم نغير الطريقة، يا اما هنا عملنا المرة الاولى برقم الجوال، المرة الثانية بنعمل بالايميل، ولذا عملنا المرة الاولى بالايميل بنعمل المرة الثانية برقم الجوال. هذه الطريقة هي الصحيحة. طبعا اذا عملنا العمر اقل من 13، سواء كانت المحاولة الاولى بالرقم ولا بالايميل، لازم نعمل الطريقة الثانية برقم ثاني ولا بايميل ثاني. اذا كانت مثلا انا عملته برقم حاليا بعمله بايميل، ولذا عملته اول بايميل بعمله حاليا برقم، او برقم ثاني او بايميل ثاني. طبعا او ان الطريقة الثانية اني بعمل الحساب في جوال ثاني بعدين افتح في نفس الجوال. المشكلة فقط لما حاولت اول مرة عملت العمر اقل من 13 سنة. لما تعمل العمر اقل من 13 سنة وتحاول مرة ثانية ما بيزبط، لو تعمل 1000 مرة ما يزبط، لازم تغير الطريقة. يعني انا مثلا اول عملت بالرقم، لما عمل انشاء حساب هنا كما تشاهدون، هنا بختار اللغة مثلا العربية، التالي هنا كما تشاهدون اذا عملت اول بالرقم حاليا بعمل باليمين. إذا كان عندي إيميل جاهز ولا أعمل التسجيل بدخول بالجوجل. هنا كما تشاهدون في عندي خيار، هنا يظهر طبعا إذا كان في الآيفون بيظهر في حساب أب ستور أو بيظهر بالجوجل، أدخل مباشرة بالجوجل ولا بأب ستور. إذا كان عندي حساب في الجوجل بدخل هنا مباشرة بالجوجل. هنا عندي في الأندرويد بيظهر لي اسم الدخول. إذا كان ما عندي حساب بعمل إنشاء حساب، إضافة حساب، لكن في الآيفون نفس الطريقة برضو. إذا دخلت بالجوجل وما عندي حساب بعمل إضافة حساب، إذا كان عندي حساب بيفتح على طول مباشرة.